استاذن سيادتك يا فندم في التعقيب على هذه الجلسه. يعني انا مش عايز اطول كتير في موضوع ان انا اعقب على الكلام الرائع اللي انا سمعته، لكن خلوني ابدا مره ثانيه بالترحيب بكل الساده الحضور وايضا بالساده القائمين واللي قدموا الجلسه الحواريه الرائعه دي، واشكرهم على المساهمه وعلى التنوع اللي تم طرحه عشان نشوف يعني شكل اخر من التحديات، مش بس التحدي بالشكل اللي موجود عندنا في مصر يعني. وبالتالي ده اسراء كبير جدا لفكره المؤتمر اللي احنا بنقول يا ريت ان هو يبقى موجود سنويا. النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها ان كتير مننا يعني متصور ان احنا في مصر رغم كل التحديات ديت فرصتنا في التغلب عليها مش كبيره. لا، احنا فرصتنا بالتغلب عليها كبيره، ويمكن ده انا يمكن هنا هخلي الشق الثاني في تعليقي يعني على الجهود اللي قامت بها الدوله خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا. رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن اقدر اقول لكم ان احنا بذلنا جهد كبير جدا، مش احنا كقياده او كحكومه، لا، كدوله مصريه بشعبها كانت فاهمه ومقدره التحدي اللي موجوده قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغايه في كل المجالات من اجل ان هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدوله، ويمكن احنا موجودين النهارده هنا في العاصمه في المكان ده، يمكن كتير من الساده الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكره متكامله للدوله المصريه للاستعداد للانطلاق لمستقبل افضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينه اللي الدكتور خالد بشكل او باخر اتكلم عليهم، هو كان عباره عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدوله المصريه، وقد ايه ان احنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي احنا عايشين فيها من خلال ال 24 مدينه دول. لكن كمان واحنا بنعمل ده، وانا مش خارج الموضوع، انتوا اتكلمتوا على البيانات وقواعد البيانات، واحنا بقدر اقول لكم هنا ان احنا خلال الخمس سنين اللي فاتت قدرنا نشتغل على هذا الموضوع ونبني قواعد بيانات حقيقيه تمكننا من ان احنا نشوف الدوله المصريه بشكل متكامل، ثم بنظومه رقميه ايضا. النهارده الحكومه المصريه اللي موجوده، وما اعرفش هيبقى في فرصه من يعني للراغبين ان هم يشوفوا المنظومه الذكيه اللي بتشتغل بيها الحكومه المصريه في المباني اللي موجوده هنا. هي مش مباني شكلها جميل، لا، ده هنا احنا بنتكلم على حكومه ذكيه بكل ما تعنيه هذه الكلمه. الهدف من ده كله ايه؟ الهدف من ده كله ان احنا نتحرك باليات دوله لمواجهه تحدي كتير من الناس يقول انه يصعب التغلب عليه. هو يمكن يصعب، لكن هو مش مستحيل. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها برضو، احنا زي ما اتكلمنا على دي اتكلمنا في بنيه اساسيه متطوره جدا عشان تنطلق الدوله ديت لافاق افضل لمجابهه هذا التطور او هذا النمو اللي احنا بنتكلم عليه. يتبقى ان احنا محتاجين على اللي تم تحقيقه ده في كل المجالات. لو احنا اتكلمنا على اي قطاع من قطاعات الدوله المصريه، التعليم، الصحه، الزراعه، المياه، الكهرباء، اي قطاع من قطاعات اللي بذلنا فيها جهد ضخم جدا لا يتناسب ابدا مع قدراتنا، اكتر من قدراتنا ازاي. ده كان طبعا يعني في كلام كتير ممكن يتقال فيه، لكن بقول ده كان محاوله مننا. انا بتكلم على شق اخر بعيد عن البعد اللي انتوا بتتكلموا فيه فقط من منظور النمو السكاني وعدد وكلام من هذا القبيل. لا، احنا كنا بنتكلم طب ازاي نعمل ايه، ازاي نجابه ده ونعمل ايه. احنا اشتغلنا وتحركنا عليه. يتبقى جزء اخير للدكتور معيط، ان انا بقول له انتوا بتقولوا ان كل جنيه بينفق في هذا المجال هيوفر ارقام كبيره قوي، فانت يعني لما بنقول لك ساهم مساهمه حقيقيه برقم معتبر في موضوع تنظيم الاسره هيعود عليك انت برضه او على الماليه العامه للدوله بارقام محترمه، يمكن مش في المدى القصير او القريب، لكن في المدى المتوسط والبعيد. فدي نقطه. النقطه الثانيه مش هنسى ان اقول ان احنا انتوا خلصتوا المرحله الاولى ومحتاجين ان احنا ننطلق في المرحله الثانيه. وهنا هضيف للكلام اللي قاله الدكتور معيط لما قال
إن إحنا كنا حريصين على بناء يعني احتياطيات، وده كان الفكرة كلها لما إحنا بنقول دايماً إن كل الدول وهي بتشتغل في السياسات وآليات تنفيذها لازم تكون حاطة في الاعتبار قدرة ومدى أو نسب النجاح اللي ممكن تتحقق بالاستراتيجية وبالسياسات وبآليات العمل، وتبقى حاطة خطط احتياطية أو أرقام في الحالة اللي إحنا فيها بتاعت منظومة التأمين الصحي الشامل، حط احتياطات على جنب تجابه احتمالات قد تؤدي إلى إخفاق المنظومة، لأن إحنا كلنا تجربة طويلة خلال السنين اللي فاتت. يتبقى نقطة أخرى يعني لأصدقائنا في دولة صربيا اللي اتكلموا السيدة الوزيرة عن موضوع يعني المشكلة الديموغرافية ديت، ودي موجودة في كتير من دول أوروبا، وأقول إن دي قد تكون فرصة لنا وإحنا بنتكلم إن إحنا نتكلم عن تنظيم الهجرة المشروعة. والهجرة المشروعة هنا قد تكون يعني حل، مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها، لا لا لا، إنما تقدر تكون طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول ديت، تساهم في الإجراءات اللي بتتكلم على توفير موارد مالية للنظام الصحي اللي بيتأثر بالهرم المقلوب يعني. وبالتالي في فرصة كبيرة جدا في دولنا، واحنا بنقول ان ده اتكلمنا فيه كتير قبل كده، قلنا يا جماعة تصوروا وادرسوا فكرة تنظيم الهجرة المشروعة او الهجرة الشرعية بالحالة اللي بنتكلم فيها دي، ان احنا يبقى النهاردة لو في نقص في العمالة في اي دولة ممكن قوي يتم التنسيق والتفاهم ويبقى تقديم هذه العمالة بشكل او باخر لمدة زمنية محددة، ثم تعود هذه العمارة مرة أخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا. أنا مرة تانية برحب بيكم وسعيد جدا بالجهد وبالكلام اللي اتقال،